هادي مينا وهذا حليم. مينا تتغير على حليم من نسى اللي تيفصل لهم اللبس. لا تتغير عليه من يوسف. كيفاش مينا تتغير على راجل حليم الخياط من يوسف اللي خدام عندهم في المحل؟ كيفاش حنا عداوي كيفاش؟ والله الا هذه القصه ديال واحد الفيلم مغربي لك تيديز محدا شي سينما ديال يامات غتبان لك لافيش ديالهم على القحط ديال الباربي. الا كنتي معول تمشي تفرج فيه في السينما وقف الفيديو هنا حتى ترجع. سير خلص ودي معاك القليه وغتشوف فيلم مغربي تيهضر على المغرب وابطالو ما تيعرفوش يهضروا بالدارجه. ماشي ما تيعرفوش يهضروا بالدارجه وتلقاو مشكله في الدارجه. تقدر تخرج ليا الخيوط لجمعته؟ للاسف تتبرزط هاد اللعيبه. صالح بكري ممثل فلسطيني ولبنى ازابال ممثله بلجيكيه من اصول مغربيه. زادت وكبرات في بلجيكا وتتسنى منها تلعب لك دور ديال وحده بنت المدينه القديمه. صعيبه ولكن المخرجه تتبان لها سهله. ماشي حيت يتصدر لبرا وتشاف بالترجمه يعني المتلقي ما محتاجش يكون تيعرف شي حاجه سميتها الدارجه. واش حنا تنفهموا الفاليريا؟ لا تنشوفوا غير الترجمه. فاليريا موني وينغوس نويس ايسا. واخا مصور هنا ما عندناش مشكل حيت ما تيهضرش على هنا. ملي تبغي تدوي على هنا خاصك تكون هنا بهاد البساطه ما محتاجاش الشهاد. جات مريم التوزاني بغات تهرس هاد القاعده في الفيلم الثاني ليها في مسيرتها الاخراجيه. الاول هو ادم واللي كانت البطله ديالو لبنى عاوتاني. المدينه القديمه تبيع المسمن بدارجه جايه من بلاد الافرنج. غنخليك دوزي عندي يومين ولا ثلاث ايام. تتبغي تركز مع الفيلم تتلقى راسك تتسول علاش يغتالي وعلاش يغتالي. هي ممثله مزيانه الى لعبت ساكته ولا لعبت الدور ديال شي وحده جايه من على برا. هاد جوج. اما بنت المدينه القديمه ما غتصدقش واخا تعاودها عشرات المرات. في الفيلم الاولاني دوزناه بجغيم تلمى حيت كانت نسرين الرادي. حقه كانوا مشاو المهرجان كانوا هما ما علينا. الفيلم الثاني مريم بغات تطلع النيف وهي تجيب ممثل فلسطيني على قله الممثلين المغاربه. لا هي راه قلبات وما ما كتبش باسكو حنايا قلبنا بزاف. عملت كاستينغ في المغرب دونك لو موند اغابوسي ولكن اكثريه في المغرب هو الاول اللي بديت الكاستينغ فيه وبديتو شحال هادي. قلبات بزاف وما لقاش ولا واحد. حتى واحد ما كان عنده الوقت قالت لك. ماشي حتى واحد ما قبل يلعب دور واحد كيمشي للحمام كل نهار كي هاد السيد هاد الممثل هذا صالح بكري بحال اللي قلت عنده بزاف ديال لو تالون ومن غير داكشي هو لغته هي العربيه. لغته هي العربيه مزيان ولكن راه كاين فرق ما بين العربيه وما بين الدارجه. الدارجه المغربيه فيها بزاف الكلمات منهم هاد بزاف ما كاينينش في قاموس اللغه العربيه. شي اذا قلبتي المعجم ما غتلقاهمش وحتى هاد ما غتلقاهمش ما غتلقاهاش. الممثل حاول يدوب بالدارجه ولكن راه بان بحال ملي كطلب من الكمبيوتر يقرا لك شي ميساج مصيفطو لك صاحبك. كيخدم بالريتم ديالو الا ما عجبكش الحال نرجع لك التسبيق دابا. وهادشي غير الهضره كانت قليله. جمل فيها ثلاثه الكلمات وكملوا بالاشارات والتمثيل والتعابير. لاش غنطولوا الحديث؟ اصلا مينا مزوجه بحليم 25 عام من الحرمان. هو زعما فنان خياط رقيق كيخدم بيديه القفطان. حس الماكينه ما كاينش. لا حليم ما كيديرش ماكينه ترى حريفي ولكن فيه هذيك العيبه. جات عنده مدام سميرس باش يصرع لها قفطان زرق عليه تسمى الفيلم. هذا زرق زيتي. هذا القفطان تيشد اليد عليها يدوزوا به الفيلم كامل. حليم نهار بدا يفصل فيه بغى لم يوسف الصنعه بداو كي قولوا نستغفر الله. هادشي اللي ما غاديش يعجب مينا وتبدا تحرش معاه. واحد الوقيته اتهمته بالسرقه وقالت لحالي من نجريو عليه. عرفتي اش قال لها؟ اصلا نقدر نسلك راسي بوحدي. هو اصلا تيمشي للحمام كل نهار. غلبها تراجعات على القرار وما جراش على الصبي اللي بغى يشرب الصنعه. ما عرفتش واش كان باغي يشرب الصنعه ولا باغي يشرب شي حاجه اخرى انا ما سوقيش. المهم هو دمر علاقه حب دامت ل 25 عام كانوا بخير. نهار جا بدات كتكرز معايا اصلا مريضه بالمرض الخبيث. زاد عليها الحال مسكينه جلست شي ايامات في الدار. يوسف ديك الوقيته بغى استغل الفرصه في فتره الغياب. سعى حليم سانشارة في مرتو وبدا يدمه. صابي هو يتفقع اش كان تيتسنى منه؟ شوف لك شي واحد يجمع لك هاد الخيوط. وجي بعد هاد الفيلم واخد دعم ورابح حتى جوائز كثيره وكانت هادي ردة فعل الجمهور المغربي من اللي شافوا لاول مره. هذا اللي تيصفق ما يكونش هو داك الوزير اللي ولينا تنشوفو ديما تيفرق الجوائز والميداليات. وزير شنو؟ وزير التربيه الوطنيه والتعليم. لا لا غالبا ماشي هو. عاد شابه ليا معاه. المهم حليم ولا شاد المحل بوحدو من عيات ولكن الحاجه الزوينه فيها ما فرطاتش في صلاه الفجر في الوقت. وشحال تكون دعات على يوسف صعب على حليم الحياه ولا منه يدير كلشي. يقابل البونات الخيط المصلوح يدوي مع الكليان ويمشي للحمام. ومن فوق هذا الشيء كامل عنده عيانه في الدار خاص يهتم بها. جاب لها الطبيب قال لي غاسر تصالح مع يوسف. السيده قربات تودع الكوكب. هو يطرق المحل وجلس معاها في الدار باش يقابلها. بالما حيدات ليه من الطريق هو راه تيبغيها وتيموت عليها ولكن بحال شي بيست فريند. كان خاصني نتسنى 25 عام باش تغسل ليا شعري. لقطه رومانسيه هربانه من شي فيلم ديال الرعب. تقدر تكون تخلطات لهم السينتا مع هذا.
نفس الشيء غير بنادم تيعظم هويو. شكون عارف شنو نقدر نتلبى خور؟ غسلها شعرها ومشى في الموالف كيمشي كل نهار يوميا كيخصو يمشي. ما غنبقاوش نعاودو اش يمشي يدير. اللي بغى يعرف يسول هذا غيلقى عنده الجواب. اترى زعما يصوروا شي حوايج ماشي اي واحد يزعم يصورهم. الا ما قلناش راه كاين غير واحد في هاد البلاد اللي يقدر يصورهم، صاحب الزعامه الكافيه الغني على التعريف وصاحب اكثر الافلام جرأة في تاريخ السينما المغربيه، النبي العيوش. ومن لا يعرفه ما يديرش يدو فيلم اللي ما غاديش يستفز المشاعر وغادي يخلق البلبله. المواضيع اللي تختار ماشي اي واحد يقدر يهضر عليهم، الا ما كان حتى واحد ما غيقدر يهضر عليهم. الا ما دارش لهم الاخراج تيدير لهم الانتاج. بحال دابا فيلم القبطان هو اللي ناتجو، وفي نفس الوقت هو راجل المخرجه مريم التوزاني، انتج لها حتى فيلم الاولاني ادم والثاني وغيمشي معاه حتى ل10، تيبني المرتو مسيره اخراجيه. اما في مجال التمثيل ودخلها لعبات معاه فيلم غزير، عرفتي هي كتكون مع واحد خونا والمخرج كيقول اكشن، المخرج اللي هو راجلها. ما غندخلوش في تفاصيل بزاف حيت يطول الفيديو، نرجعوا ليه في وقت لاحق. واخا هو الا بغيتي تهضر عليه ما يقدكش فيلم وثائقي على كل فيلم تيدير فيه يديه، واللي اخر واحد فيهم هو على اللي صوتك، ما دوش فيه على الجنس ولكن دو على الدين. يعني فيك فيك، واش حتى مسطى يدير فيلم ما يفرعش فيه طابو من الطابوهات؟ مي ما كنش. مرتو نهار بغات دير الاخراج قال لها راه ما عندوش مع دوك الافلام ديال فركوس، وهي تفهم القالب بالزربه. الفيلم الاول تيدوي على وحده حملات بعلاقه غير شرعيه، والثاني انت تتشوف حنطوا القفطان والصناعه التقليديه. كانت باغي تاتي واحد القيمه للارتيزانا ماروكان، بغى يشرف القفطان جاب حليم السلطان. ما عرفتيش علاش، حيت الا غدير فيلم على القفطان حرفي ما غديها فيه لا نتفليكس لا مهرجانات لا لوبيات. يعني على ما قال وزير العدل ولاو قوه ضاربه. يبدو انه من سخره الاقدار ان هاد المثليين اصبحوا قوه سياسيه واقتصاديه ضاربه. وكمل كلامه وقال باللي حتى واحد ما بقى يقدر عليهم. غاو ما قالش الا وذكر الاستثناء اللي شفناه كاملين، دوله فيها شبر لاروب طاكات كوكب الارض كامل. فرنسا وشي دول وما تسرطاش لهم كيفاش دوله ما عندهاش لا مساحه لا كثافه تفشها لهم في الحنك. نسوا باللي قطر عندهم فلوس الا خيطاتهم زربيه تفرش بهم ثلاثه القارات. بقى لهم غا واحد باغي يهز درابو فيه ست الالوان. بلاتي بلاتي، قطر كان عندها مشكل في الدرابوات، اما ما تبقى ما شفتيني ما شفتك. باش نكون واضحين، اذا كذبنا وخشينا الاشياء اللي قاعده تصير في قطر ما معناها انها هي مش موجوده. غادي بميك لا تحكرش، سبقناهم حنا في هذه. ماشي عاد اليوم فيلم ولا وحده في مظاهره هزت درابو ولا ضيوف تيستفوا لهم الميكروات ولا ايحه حدد انت على حساب الستاج اللي وصلتي ليه. انا حدي هنا نقدر نجيب المثليه للمغرب بلد اسلامي. المثليه بالنسبه ليه بضاعه تجي في الكونتونير وغيمنعها ما تدخلش للبلاد. الله هو تما واحد النهار يمنع مع هذيك السلعه اللي تدخل كل عام، وسبحان الله كل عام تتخلق خسائر في الارواح عاد الممتلكات. هذا الشيء كامل باش نحافظوا على التقاليد الحضاريه والفن اللي تيمثل تراث هذا البلد الجميل. توش هذا كله ابداع يتبرى منه الانسان ويتبنى تقاليد بحال هكا. قال لك اش هذا الجهل؟ دابا كاين اللي بالنسبه ليه هذا جهل وهذه تقاليد خاص نحافظوا عليها وداوي بصح. عندك تشكك لي في هذا الشيء صبر عليه حتى الدوله تقرر دير باسطه. نهار ما غتبقاش وزاره تبيع ووزاره تحمل المشاكل وكون غا وحده. راه 12 ملي تيخدموا داك النهار، شي تيطفي العافيه، شي تابع داك الاشعال، شي تيهز الضحايا، شي تيقيد الخسائر، تتروج الدعوه. بيعوا القنابل ونبيعوا الصوارخ نحتفلوا، هادشي باش كنحتفلوا. ونعم الاحتفال والفرحه ما علينا. يوسف ضربوا الحيط وما لقى فين يمشي ويرجع لعند حليم. ما فقدش الامل وبان ليه صافي بركه ما كاينلاش نحرقوا الفيلم كامل وهو مازال كاين في السينما. ما جاتش حشومه، واخا الناس اللي موجه لهم راه شافوه وعطوه جوائز وفرحوا به حيت هما الجبابره. ونحن في الحقيقه عاجزين في مواجهتهم لان اقوياء علينا بشكل كثير. قبل ما نتصريح بشهر كان قال ثم بغيتوا تغيروا مفهوم الاسره هذا شغلكم، ولكن ما تفرضون علينا طريقه حياتكم وطبيعه اسركم تفرضوا علينا في المغرب. قفلهم في وجههم وتحداهم وقال لهم لا هادشي ماشي معقول. والفيلم ها هو تعطاه الدعم وديز في السينما عادي. تشلاو.